المدرب المساعد لجمال السلامي والآخر عاش بعد الذكريات الجميلة في مباراة ديربي سنوات. نتحدث عن كل التفاصيل الصغيرة الكبيرة المتعلقة بحضور مجموعة من الأسماء في ديربيات سابقة، سواء بأقمصة أكيد بقميص فريق الوداد وكذلك بقميص الرجاء الرياضي. تلعب كرة أمامية ودادية البحث عن العرضية، تلعب في اتجاه نار القائمة الثاني والتغطية من طرف مروان دودي، يدخل المدافع الأوسط لفريق الرجاء الرياضي. كرة هذا مرة أخرى ركلة ركنية ثانية من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي. محمد الناجم يبحث عن العرضية القائمة الثانية راسية. يستغلون غلة الديربي بهدف ويهدف، يستغلون غلة الديربي بهدف ويهدف. كرة تلعب مقوسة والمتابعة من جانب أيوب العمرود الذي يمنح الأفضلية لفائدة الفرسان الحمر، لفائدة أكيد فريق الوداد الرياضي في حدود الدقيقة الخامسة. كرة تلعب بالشكرة من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي، ركلة ركنية ثانية تستغل أمام هفوة دفاعية من جانب دفاع فريق الرجاء الرياضي. لاحظوا لعبة بهذا الشكل، ارتقاء مميز من جانب أيوب العمرود الذي يسجل هدف الأول لفريق الوداد الرياضي، وبذلك الفريق الأحمر يدخل سريعا في أجواء الديربي، يشعل الديربي، يخلي الديربي أكيد سيشعل بهذا الهدف المسجل